بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع حصة تصحيح الشكل مما تصنع السيارة، الوحدة السابعة من القسم السادس. إذن لدينا نص الشكل مما تصنع السيارة. رأى أصيل سيارة جديدة فطاف بها يتأمل هيكلها المتلألئ وزجاج نوافذها البراق والنسيج القطني ذا الملمس الناعم الذي لم تغلف به إلا المقاعد، فغدت بفضله وتيرة. توجه أصيل نحو أحد العاملين في مصنع السيارات وسأله: ما المواد الأولية التي تصنع منها السيارة؟ من المواد الأولية التي تسأل عنها المطاط لصنع العجلات والقطن لصنع نسيج أغلفة المقاعد وأحزمة السلامة والخشب الرفيع لصنع لوحات القيادة ومشتقات البترول كالمواد اللدائنية لصنع البساط وواقية الصدمات. ومما تصنع علبة السرعة والقطع الميكانيكية؟ إنها لا تصنع إلا من خليط الحديد والكربون. لدينا 3 أسئلة. عما سأل الطفل؟ سأل عن المواد الأولية التي تصنع منها السيارة. كم عدد المواد الأولية المذكورة في النص؟ عدد المواد الأولية المذكورة في النص 5. أذكر 2 منها. هنا ذكرت يعني جميع المواد: القطن، الخشب، المطاط، مشتقات البترول، خليط الحديد والكربون. الآن سنجيب عن الأسئلة. السؤال الأول: إيتي بمرادف كل كلمة. متلألئ معناه لماع أو براق. غدت، أصبحت أو صارت. خليط، مزيج. أركب في جملة: المطاط مادة أولية لصنع عجلات السيارات. سنركب في الجملة الثانية: البساط، يلعب اللاعبون الكرة على البساط الأخضر. ثم وتيرة، جلست على أريكة وتيرة. أصل بخط: زجاج نوافذها براق، معناه لماع. الآن سنجيب عن السؤال الرابع. إيتي بضد ناعم. ضده خشن، رفيع، رديء. خامسا، اكتب صحيح أو خطأ وصحح الخطأ. ألف: تصنع العجلات من المطاط. إنه صحيح. لا تصنع من القطن إلا أحزمة السلامة. خطأ، لأن في النص يصنع من القطن نسيج أغلفة السيارات وأحزمة السلامة. جيم: يصنع البساط من مشتقات البترول. صحيح. توجد السيارة في مصنع السيارات. السؤال السادس: نعم. ما يدل على ذلك من النص؟ توجه أصيل نحو أحد العاملين. السؤال السابع: إنها تصنع من خليط الحديد والكربون فقط، لنحافظ على المعنى. شكرا على تتبعك.